يلعب معسكر مخمور دورا مهما بتنفيذ العمليات العسكرية لتحرير نينوى، فما هي الحال في المعسكر؟ نتابع التقرير التالي لإلقاء نظرة فاحصة على هذا المعسكر. انطلاقا من معسكر مخمور نحو الغرب، يمكنه رؤية بعض القلاع الصغيرة المحصنة وكذلك عددا من القرى المحررة البعيدة. هنا لا تسمع أصوات القذائف ويبدو أن الطريق هادئا، وبعد نحو نصف ساعة تبدأ بالظهور التحصينات التي يقيمها الجيش العراقي من أجل منع محاولات المتطرفين لشن هجمات انتحارية. يذكر أن جنوب نينوى لا تكون فيه مدن كبيرة بل 6 قرى كانت تعتبر معاقل رئيسية للتنظيم المتطرف. وقال جندي عراقي خلال مقابلة أجراها معه مراسل تلفزيون الصين المركزي إن القوات العراقية نجحت في السيطرة على 3 قرى من القرى 6 خلال يومي 27 من مارس الماضي والثامن من الشهر الجاري، مما أضعف قوة التنظيم المتطرف كثيرا. من قبل داعش ماكو هجومات بالنهار، ماكو، ما عندهم سلاح قوي يهاجمون، سيارات ما باقي يم داعش، بس اكو داعش بالليل يجون مفخخين بس يفجر نفسه. داعش الجردان هو بالحفر جوا القاع، بس بالليل يطلعون. يعني هسه الجيش العراقي يتقدم تجاه القرى؟ هسه يتقدم باتجاه القرات، هسه موجهين باتجاه قيارة. وهذه النازحين اكو سكان كانوا في القرى؟ نعم اكو نازحين. المشكلة اللي كان عندنا خلل هو الخلل المدنيين، وداعش يسوون درع بشرية. حتى ما نستلم هذني العشائر ما نقدر نطبع الجرية، داعش يستعملون عنف، يعني هاي القوة البشرية يسوون درع وما عندهم إمكانية يحاربون ويا الجيش. خلال المقابلة تصاعد فجأة دخان كثيف فوق القرى البعيدة، وقال الجندي إنه من المحتمل أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة مزروعة على الطريق من قبل التنظيم المتطرف، مما قد أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وهذه العبوات واحدة من الحواجز الرئيسية التي تعرقل تقدم القوات العراقية. من جانب آخر تعمل القوات الهندسية العراقية الآن على إزالة تهديد العبوات استعدادا لفتح الطريق صوب مدينة الموصل.